يقولوا بان اضاقت درعا من مساله منعها من ارتداء الحجاب عند ولوجها للمؤسسه منذ بدايه السنه، وهي تناضل من اجل ان يتم رفع هذا المنع لكن دون جدوى. في هذه الحاله توصلت معي الام ديالها بخصوص اللجوء الى القضاء، خبرنا على اساس بانه لا القانون ولا الدستور ولا حتى المواثيق الدوليه تكفل بابنتها اللجوء الى القضاء بل واستصدار حكم ضد هذا المنع. وهو ما كان، الحمد لله القضاء او رئيس المحكمه باعتباره قاضي المستعجلات في داعيه مراكش فعلا كان في مستوى التطلعات. هذا الحكم هو انتصار للقضاء المغربي، هو ترسيخ لسيادة القانون ولدستور المملكة داخل تراب هذه المملكة في مواجهة أي كان، بالرغم من أن هذه بعثات أجنبية داخل المغرب، لكن لا يمكن أن نسمح لها أن تكون محميات أجنبية داخل المملكة. وبالتالي الحكم الصادر أول أمس كان في مستوى تطلعات جميع الحقوقيين وجميع أولياء وآباء التلاميذ داخل هذه المؤسسة. أكيد حتى على مستوى الدراسي ديالها، حتى على درجة أن البنت كتكون في المؤسسة أو داخل المؤسسة غير مرتاحة، ما مرتاحاش جدا. فبالتالي لا يمكن مثلا أن ننتظر من تلميذة أنها تكون داخل مؤسستي طول اليوم وهي ما مرتاحاش أصلا، فبالتالي كيفاش غادي تقرا؟ طبيعة الحال، وإلا لما لجأت إلينا ولما لجأنا نحن أيضا إلى القضاء لإنصافها. هي مسألة اللجوء إلى القضاء كما قلت لها أولا هو حق دستوري، فبالتالي إحنا من لجأنا للقضاء، القضاء كان في مستوى التطلعات وأؤكدها. السيد رئيس المحكمة قد أفاض واستفاض في تحليله وحيثيات هذا الحكم، وبالتالي هذا كما قلت هو إنصاف أولا للتلميذة وثانيا تكريس لسيادة القانون داخل المملكة المغربية في مواجهة، أقول في مواجهة أي كان، سواء البعثات الأجنبية أو غيرها. وبالتالي فهذا تكريس لدستور المملكة على أرض الواقع. بطبيعة الحال بفرح شديد، خصوصا أن التلميذة لم تسعفها الكلمات الشكر لا لدفاعها ولا للمحكمة أيضا. وإحنا إن شاء الله تعالى مقبلين بداية هذا الأسبوع على تنفيذ مقتضيات هذا الحكم لتكريس هذا الانتصار. لماذا مراك مشدد خناق في هذا المحكمة؟ فعلا ملاحظة في محلها. مسألة مراكش لا نعلم مقارنة مع باقي المدن المغربية، أضيف أنه مثلا الرباط أو الدار البيضاء المؤسسات البعثات الفرنسية تجاوزت مسألة التراجع عن هذا المنع، بل وأحدثت قاعة للصلاة بالنسبة لمن يرغبون من التلاميذ والتلميذات أداء مناسك الصلاة. فبالتالي مراكش كانت هي الوحيدة المنفردة في التعنت إن صح التعبير في تطبيق هذا القرار، قرار المنع، مع العلم بأن هناك تلميذات يفوق عددهن 60 تلميذة داخل هذه المؤسسة يرتدون الحجاب. وبالتالي فهذا ليس إنصافا فقط للتلميذة آية، بل هو إنصاف لجميع التلميذات داخل هذه المؤسسة. حدثنا عن تجاوب المدرسة مع الحكم، مش كان في تجاوب؟ حاليا لا نعلم، لأننا سنبدأ تنفيذ مقتضيات هذا الأمر إن شاء الله تعالى ابتداء من الغد، وسنوافيكم إن شاء الله تعالى بما عليه. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.